إيجاد مكان لإحساء القهوة في هذا الوقت من العام في كان كان صعبا للغاية. فالمدينة ممتلئة ليس فقط بالفنانين والمخرجين والنقاد، ولكن بأناس عاديين أتوا إلى هنا لمتابعة فعاليات هذا المهرجان. أفلام وفعاليات كثيرة من مختلف دول العالم، ولكن ما كان مميزاً هذا العام هو قرار إدارة المهرجان استضافة كل من مصر وتونس كضيفي شرف وتكريم ممثلين ومخرجين من هذين البلدين. هشام اهلا وسهلا، مرحبا بك. اذا لا خوف بعد اليوم. التونسيين نهار 14 جانفي كتبوا لا خوف بعد اليوم، كتبوها على الحيوط وكتبوها في التاريخ بتاع البلاد. طب هشام، يعني كيف غيرت الثورات العربية مفهوم الفن والسينما في العالم العربي؟ شوف، المفهوم هو اظن مراد كان قال تاريخ يوم 14 جانفي لانه كان مهم كثير. لا خوف بعد اليوم يوم 14 جانفي صحيح شلنا، احنا كنا مع بعض مراد وحبيب عطية المنتج الفيلم يوم 14 جانفي شارع بورقيبة امام وزارة الداخلية. انا نقول لا خوف بعد اليوم لان احنا قطعنا القميص، ولكن الشيء الثاني شفت الخوف تغير وخرج من عندنا وراح على البوليس وعلى السلطة. يعني هل اعتمدتم على طريقة التوثيق ولا طريقة التمثيل؟ لا التمثيل ولا التوثيق. هذا شريط وثائقي في لحظة انطلاقه ما كانت فيه لا فكرة ولا اتجاه معين. كان من اللازم بالنسبة لي أنا كوني نخرج نصور في الشارع التونسي وقت اللي الرائحة وقت اللي الهواء ما زال يرعش، بمجرد لمس الشيء هذاك بالكاميرا، بمجرد الانطلاق في تصويره تحول كل شيء. أصبحت عندي فكرة واضحة اللي هي الاتجاه العمل على فكرة الخوف، وجوده واندثاره. يعني كما استمعنا من مراد هشام، يعني يبدو أن بعد الثورات العربية هناك تغير في المنحة التي تتخذه السينما من حيث غياب النجوم وظهور أهل الواقع. هو الحقيقة إنه السينما والثقافة بصفة عامة في حالة سياسية طاغية مقيدة. اتجاهها يعني الحاكم الراعية يعني، ولكن اختفى الممثل النجم إذا صح التعبير وظهر المواطن العادي. لأن المواطنة هي النجومية، صارت للمواطنة النجومية صارت للمواطنة. وبلا خوف بعد اليوم قرعنا القميص، ولكن حتى الحرية هذه جابت حرية في التفكير، ولكن جابت حرية في الكرياتيفيتي. فهذا كله جاب لنا من المواطن، فصرنا اللي يسميه بالانجليزيه جراس روت موفمنت، جاء من تحت الى وهو طالع. ما هي صعوبه القيام بمثل هذا العمل، يعني بالاخص انه الاحداث لا تزال جاريه؟ هي اكثر حاجه صعيبه كون الانسان ما يمشيش طول للحدث، يلزم التفكير على الحدث ولو الحدث مازال يقع قدام عينيا. فمن أهم الأشياء بالنسبة لي أنا في تصوير هذا الفيلم اللي هو مختلف تماماً عن كل ما كنت صورته من قبل، أني في اللحظة اللي الفكرة تبرز في ذهني نكون أنا نشتغل عليها. أنا أظن المهم في هذا أنه الضغط تغير. كان فيه ضغط علينا في الساحة الثقافية والسينمائية أنه ياريت بودي نقول شيء هذا، ولكن هاي يتراها لأنه القائد مش يرضى عليه. ولكن الفكرة كلها عند الشعب، ولكن عند المنجين، عند المخلق المبدعين، أنه مش مهم شو اللي مش يصير، المهم أني نبدع. وبعدين لأني حر، لأنه لا خوف بعد اليوم، أي شيء مش يخرج منه حيكون إيجابي.
ينتظرون وينتظرون، يحملون اللافتات ويتوسلون من أجل الحصول على بطاقة واحدة لدخول إلى صلاة كانس وحضور أحد الأفلام. ولكننا بصدد لقاء المخرج يسري نصر الله الذي سيدعونا إلى فيلمه هذه الليلة. الأيام الأولى بتاعت الثورة كان كلنا مشاركين كمواطنين، يعني حتى رد الفعل الطبيعي بتاع سينمائي إنه يمسك كاميرا ويصور ويسجل اللي بيحصل والحاجات دي كلها، يعني أنا عن نفسي ما كانش عندي رد الفعل ده، أنا كنت عايز أبقى جوه الحدث وعايز أبقى أفهم إيه اللي بيحصل أولاً قبل ما أحط الكاميرا دي بيني وبين الحدث. لغاية لما مروان حامد جه كان يوم 29 أظن 29 يناير، ما تيجي نعمل أفلام 10 مخرجين 10 أفلام روائية ونحطها على يوتيوب. فأنا اتحمست جدا للفكرة وابتديت أعمل فيلم لا بممثلين مختلفين، لأنها أفلام روائية، واستعملت في الفيلم كمان ماتيريال من اللي أنا كنت صورته بالكاميرا الصغيرة في ميدان التحرير. التجربة أهميتها مش دي، لأن في 10 مخرجين 10 أفلام مختلفة، أفلام مختلفة خالص، اللي صور في الميدان، اللي صور في البيوت، اللي صور في أحياء شعبية. التجربة كان الشيء الملهم جدا فيها والمثير جدا للحماس، إنك لأول مرة أنت قادر تستعمل كاميرا وتصور بكاميرا في الشارع وفي البيت بممثلين أو بغير ممثلين، من غير ما تاخد تصريح من الرقابة، من غير ما تاخد تصريح من وزارة الداخلية، من غير ما تاخد موافقة مسبقة اعمل ده اسمها انا موافق انا مش موافق. كل واحد كان حر انه يعمل اللي هو عايزه، وطلعوا 10 افلام حلوين. ولكن يعني الم تعطوا الثورة يعني الكثير من الرومانسية بتصويرها بهذا الشكل، خصوصا اننا لم نعرف بعد يعني ما هي مفاعيل او ما هي النتائج المرتقبة؟ بلا ادنى شك، بس هي رومانسية الفترة نفسها، يعني انت في لحظة الثورة بلا ادنى شك انت كنت في حالة نشوة لا نهائية، وشيء مشروع جدا انك انت تحكي النشوة دي. وكيف تأثر دور الفنان او النجم قبل الثورة وما بعد الثورة، يعني خصوصا في ظل بعض المواقف التي اتخذها يعني بعض الفنانين اثناء التحركات الشعبية؟ انا ما عنديش مشكلة حقيقة ان انا اتعامل مع اي حد طالما انه ما هوش كان مرشد للبوليس. يعني ايه ان حد كان مرشد في البوليس؟ ده مش نفسي اتعامل معه. حد كان بيكتب تقارير في زملائه؟ مش نفسي غالبا اتعامل معه. حد اخذ مواقف بيطالب فيها بممارسة العنف على الثورة ويقول احرقوهم ولا اي حاجة زي كده، يعني في احتمال ان انا مش نفسي قوي ان انا اتعامل معه او معه. انما ان انا اختار ممثلين او اقصي ممثلين على اساس ارائهم السياسية، متهيألي ده حاجة معادية تماماً للمنطق اللي خلانا ننزل في الشارع ونقول إن إحنا بنطالب بالديمقراطية. ينتظرون هنا لساعات من أجل مشاهدة نجم عالمي يمر على السجادة الحمراء، هكذا هو الحال كل يوم هنا في كان. ولكن بالنسبة للمحترفين فهم يأتون للمشاركة في مؤتمر ما لساعتين من الزمن ثم المغادرة. السينما والربيع العربي كان أحد هذه المؤتمرات، وهو عبارة عن حلقة نقاش بين المخرجين العرب وزملائهم من مختلف أنحاء العالم لبحث دور الفن والفنان أثناء وبعد الثورات العربية. هلا يعني ما هو مستقبل السينما العربية بشكل عام والمصرية تحديدا بعد يعني الثورات العربية؟ الربيع العربي كما يسمونه طبعا ادى فرصة كبيرة جدا لكل الأصوات اللي كانت بديلة ومستقلة وهامشية في السينما وفي غيرها من الفنون انها تبقى على السطح، لانه كل الفنانين المستقلين كانوا في الميدان. انا بتكلم على مصر طبعا، واظن في تونس ايضا وفي سوريا دلوقتي، ومشاركين حقيقيين في الثورة وصنعوا افلام عنها كمان، سواء تسجيلية او روائية. فدلوقتي انا بظن ان عندهم فرصه تاريخيه انهم يعبروا عن نفسهم بحريه وانهم يدعموا حريه التعبير بشكل حقيقي،
وانه ده ممكن يغير شكل السينما خالص. كيف اثرت هذه الثورات على السينما يعني؟ كيف يعني اللي حصل في مصر مثلا؟ انه اظن الناس دلوقتي في رايي محتاجين يشوفوا رجل الشارع وامراه الشارع ابطال على الشاشه. فالتسجيلي مثلا بظن ان عنده مستقبل افضل من زمان. ما بقاش بقى الفيلم التسجيلي بيتعمل بروباجندا لنظام او لفكره او لمؤسسه، فده حاجه. والحاجه الثانيه انه نظام الستار سيستم اللي كان مهيمن على السينما المصريه برضو انا رايي انه هيشهد تراجع. هلا انت اعددت فيلما قصيرا عن دور الفنانين في الثوره لا سيما في مصر، فلنشاهد سويه بعض المقاطع من هذا الفيلم. واحد بس هو اللي قال لي انه متوقع ثوره وشيكه وقويه في مصر. والانتصار بسقوط مبارك واعوانه حسيت ان من واجبنا نروح ليبيا اللي كانت بدأت فعلا في المقاومة. يعني إضافة إلى اختفاء النجوم كما كنت تتحدثين واختلاف دور أو ظهور الفن البديل، ماذا سيتغير أيضا في السينما العربية؟ أنا بظن أن الأفلام التسجيلية هيبقى لها دور مهم في الفترة الجاية، لأنها بتحفظ ذاكرة الأمة، مش كده يعني؟ هتفضل المشاهد الحقيقية للثورات دي صورت على أيدين كاميرات شباب سينمائيين، ذاكرتنا اللي هنرجع لها وهنستلهم منها وهنفرح كل ما نشوفها، وقصص الناس الحقيقيين، ومش ضروري بس اللي حصل جوه الميدان. ولكن ألن يؤثر ذلك على دور السينما؟ ألن يأخذ السينما يعني نحو، ألن يجر السينما نحو السياسة؟ عندك حق في السؤال ده. السينما هترتبط بالسياسة لفترة ما في المرحلة القادمة، بس بعد شوية هنخلص من الحكاية دي، زي أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، زي شيلي بعد بينوشي، زي جنوب إفريقيا بعد سقوط النظام التفرقة العنصرية. يعني أقصد أن إحنا ده مرحلة هنعدي بيها ضروري، لكن ما أظنش أنها هتستمر للأبد. لو دي مخاوفك يعني، لا أظن، بس هي حاجة مهمة لازم تحصل يعني. لا فرق بين النجم وغير النجم هنا، أنا أستمتع بنجوميتي ولكنني ذاهب لملاقات عمرو واكد. هلو عمر، كيف حالك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. هلو، أم وسام فروم بي بي سي عربي. عبد الرحمن سيساكو، نايس تو ميت يو. عمر، يعني قلت ان هناك تعاون في المستقبل ان شاء الله حول في افلام جديده وفي مشاريع جديده، يعني هل يمكن ان تشرح لي مزيدا حول هذا التعاون؟ انا شايف ان مستقبل السينما في العالم كله يعني بيتطلب ان احنا نتعاون ونتكاتف ونتشارك مع ثقافات اخرى، لان هي اصلا السينما لغه ثقافه، فازاي ننعش هذه الثقافه؟ اعتقد ان احنا نتعامل مع الأفلام الأخرى، نشارك في إنتاجها، نشارك في عملها، ونفس الحكاية بالنسبة للأفلام، إحنا ندور على حد في ثقافة أخرى يخش يشارك معنا، نبتدي نطور الفيلم السينمائي إلى فيلم يخاطب أكثر من ثقافة. يعني هل هنا يأتي دور عبد الرحمن مثلا في هذا؟ عبد الرحمن عنده فيلم، هو مخرج من موريتانيا، عنده فيلم مثير جدا، واعتقد ان احنا هندخل معاه منتج مشارك، يعني كتعاون ما بين موريتانيا ومصر، فان احنا نحقق مستوى جيد من الافلام الافريقيه. عبد الرحمن، يعني ما هو الهدف من هذا التعاون؟ يعني وين الى ماذا تطمح انت شخصيا؟ ريفولوشن ان اراب وور تو ذا ايجيبت تو ريسيف ا لوت اوف هوبس نوت اونلي ان ذا كايند. الثوره في العالم العربي اليوم انعشت الكثير من الامال، ان كان في الحياه نفسها او في طريقه العيش وانتهاز كل لحظه فيها. الناس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل تونس ومصر ينظرون إلى أوروبا لا إلى أنفسهم. الثورة منحت الناس والفنانين فرصة جديدة ليكونوا أحرارا ولينجزوا كل ما يريدون إنجازه من أعمال فنية.
بالنسبة لنا نحن لا توجد بيننا جنسية مختلفة. أنا أشعر وكأنني مصري، هذا مهم للغاية، وهي فرصة كبيرة للقاء والتعاون. كان سمحت لي بلقاء عمرو، كنت أعرفه كممثل ولكنني لم ألتقي به من قبل، واليوم بعدما التقيته ليس فقط كممثل بل كمنتج أيضا يمكننا العمل معا. عمرو، يعني أنت ماذا ترى من في مستقبل هذه في مستقبل هذا التعاون؟ أنا أرى نوع جديد من الأفلام، عمق جديد للنقاش أو للمحتوى بتاع الفيلم، وهدف آخر بقى اللي بيحرك الفيلم. يعني أنت بتعمل الفيلم ليه؟ ده سؤال مهم جدا، وبتعمل الفيلم إزاي؟ والسؤالين دول هم اللي بيأثروا على الفيلم نفسه. فأعتقد أن ده الهدف، أن احنا نطور الإجابة على هذين السؤالين، أن احنا عندنا محتوى بيربط زي ما هو بيقول كده. احنا ليه دايما نبص لأوروبا فوق مع أن أفريقيا مليئة بالثقافات ومليئة بالخبرات اللي ممكن نستفيد منها، ونقدر يعني يحصل نوع من التبادل الثقافي ما بيننا، بحيث ان نقرب من افريقيا شويه وافريقيا تقرب من مصر شويه. احنا قاره واحده، احنا عالم واحد. وزي ما قال لك السينمائيين جنسيتهم سينمائيين. Thank you very much. Amr told me that you have to leave, but he promised me that he will show me his other works as well. أكيد بعد الثورة بمصر، يعني حتى السينما ستشهد كذلك تغيير، إن كان من حيث الإنتاج أو من حيث نوعية الأفلام أو من حيث اختيار الممثلين والمنتجين والمخرجين وكل ذلك. يعني هل أثر ذلك على المشاريع التي أنت بصدد العمل عليها؟ قطعاً، يعني ادتنا الشجاعة أولاً إن احنا نبادر في إنتاج أول فيلم روائي طويل لنا. يعني أنا بقالي سنين بعمل أفلام قصيرة، بعمل أفلام تسجيلية، بعمل حملات توعية في التلفزيونات، إنما ما عملتش أفلام روائية طويلة كمنتج قبل كده. وابتديت في الثورة، ابتديت في الثورة يوم 9 فبراير، ابتدينا فيلم إخراج إبراهيم البطوط عن المعاناة الإنسانية اللي شهدها المواطن المصري في السنين اللي فاتت دي. الفيلم مش عن الثورة، الفيلم بينتهي بالثورة. قبل أن نستكمل هذا الحديث فلنتوقف قليلا ولنشاهد معا بعض هذه اللقطات. انت ايه اللي نزلك المظاهرات طالما مالكش فيها؟ نزلت عشان مراتي حان، كان نفسي العائل اللي جاي ده يبقى بيحترمني، اصل حضرتك انا كنتش بحترم اهلي. انتوا بتعملوا كده ليه؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده، انتوا اللي بتعملوا كده ليه؟ ليه كل ما تحصل مصيبه في البلد تلموا شويه التراس وتشيلوهم الليله؟ وانت اتقبض عليك ازاي؟ انا ما اتقبضش عليا، حضرتك فاهم غلط. انا اساسا كنت رايح اشتري بيتزا ووديت دليلي هي علبه البيتزا هي، وبعد كده هم خدوني وقال لي ان هم هيسوقوني بعد 10 دقايق ولسه ما سوقنيش لغايه دلوقتي، وانا متاخر ولازم امشي عشان البيتزا بردت. وانت بقى جدو هنا نزلك المظاهرات؟ ما مصر خلاص كلها نزلت الشارع، انت كل اللي تقدر تعمله انك تضربني، لكن ما تقدرش تتكلم معايا كبني ادم. ايه رايك في الوضع السياسي في البلد؟ مش مستقر طبعا. ايه دليلك؟ دليل اكتر من ان انا وكل الناس اللي هنا اتلمينا واحنا ملناش في اي حاجه. اتكلم على نفسك ارحمك. تعمل شعرك كده ليه؟ تغيير. ايه رايك في التغيير بقى؟ بتاع شعري؟ لا البلد ارحمك ضروري، كل حاجه في البلد بقت خايبه، حتى اسئلتك خايبه. خايبه دي تبقى امك. بقول لك كل حاجه بقت خايبه. ايه علاقتك بصفحه جمعه الغضب؟ حضرتك انا الادمن بتاع الصفحه، والحقيقه ان انا اول ما حسيت بغلطتي قررت ان انا اروح اسلم نفسي، بس الغريب ان ما لقيتش ولا اسم فاتح. هو انت رحت فين صحيح يا باشا؟ لا سيجاره، دي معامله نزيهه قوي يا باشا. اسمح لي بقى اكلمك بصراحه، انا العلاقه بيني وبين السياسه علاقه جنسيه بحته، كل كام يوم تجيبوني تفشخوني وتروحوني. ايش انت اللي عملت ابلود الفيديو بتاع فرح على النت؟ ايوه. طب ليه عملت كده؟ عشان انا حر. وما عملتش كده ليه؟ طيب يا عم الحر، تليفون الساتلايت فين؟ مش هتلاقوه، انا خلصت منه.
هل أثرت ثورة 25 يناير على حياة الفنان وعلى أعماله كذلك؟ يعني في أسوأ الظروف، في أسوأ الظروف إذا كان مصر بعد الثورة أو العالم العربي بعد الثورة اكتسب مكتسبات أنه يسقط النظام، وإلى جانب هذه المكتسبات يبني نظام مشابه حتى هذا النظام القادم، أعتقد أنه هينعم بحرية التعبير، ده أكيد، ده مكتسب لا رجعة فيه. وكيف يؤثر ذلك يعني على دور الفنان العربي؟ الحرية في الإبداع هي أساس الإبداع، هي المتطلب الأساسي لكي نبدع ولكي نفن. فالفن بدون حرية لا يبقاش فن، يبقى بروباغندا. إذن كما تابعتم هذا العام استضاف مهرجان كان السينمائي مصر وتونس كضيفي شرف بعد الثورتين في هذين البلدين 18 يوما. هو مجموعة من الأفلام القصيرة لمخرجين مصريين صوروا هذه الأفلام في ميدان التحرير أثناء الاحتجاجات. علي علي تعال هنا، أنا آسف. أنت تهت يا جد؟ تهت؟ لا طبعا. هاتوه ازاي؟ كابتن كابتن خش حاجة حاسب عمال عادوا هنا عادوا هنا بقى فيسبوك وتويتر وجامعة أمريكية والشعب يريد اسقاط النظام. When it goes more into fiction, it feels sort of a bit behind the events that are happening. عندما تأخذ الطابع الخيالي غير التوثيقي تبدو وكأنها بعيدة عن الأحداث الجارية. وأمر آخر لفتني في العديد من الأفلام هو غياب المرأة. أعتقد أنه يجب إعطاء المرأة دوراً أكبر وإشراكها في هذا النوع من الأعمال. أظن أن السينما العربية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتلحق بركاب السينما العالمية. الأفلام الوثائقية دائماً متقدمة على الأفلام الخيالية، وأعتقد أن المخرجين العرب بحاجة إلى بعض الوقت ليتمكنوا من تحويل التوثيق إلى خيال. لكن من المهم للغاية أن نرى صوراً واقعية لما يحدث في العالم العربي. يبدو أن الربيع العربي كان أكثر حرارة من صيف كان، ولكن هنا العملية انتهت. أما بالنسبة للدول العربية فثوراتها لم تكن سوى البداية.